وبسم الله فتحت البوابات في ثالث أشواط الحفل 36 الشوط المخصص لمهور السنتين التي لم تربح والتي ربحت حتى 3 سباقات انطلاقة سريعة في هذا الشوط. من يبدأ الانطلاقة؟ هنا نشاهد على ما يبدو المرشح الأول للفوز بهذا الشوط رستم يقود الصدارة، يقود الانطلاقة في هذا الشوط فيما الملز في ثاني المراكز على ما يبدو يحاول التقدم في هذه الأثناء. ورستم الآن إلى المركز الأول بقيادة عبد الله الفيروز المرشح الأول للفوز بهذا الشوط، فيما محاولات من قبل المرشح الثاني الملز يحاول التقدم في هذه الأثناء. والمركز الثالث للمركي مع رائد الفيروز يحاول التقدم، والمركز الرابع لأن ليلى المرشحة الثالثة للفوز بهذا الشوط، فيما المحاولات نشاهدها من قبل سلطان الميادين على ما يبدو يحاول التقدم في هذه الأثناء. المنعطف الأخير الـ400 متر الأخيرة رستم المرشح الأول إلى المركز الأول يحاول الهروب والابتعاد، فيما المرشح الثاني يلاحق الملز. يأتي الملز 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 ورستم منافسة ثنائية، من يحسم الشوط؟ الملز ينفرد المرشح الثاني إلى الصدارة والمركز الأول، الملز يضيف الفوز الثاني في سجله السباقي.